نطل بكم خلال هذه الحلقة من نوافذ دمشقية على حريق العصرونية في العاصمة، حادث قدري أم عبث ديمغرافي، منشد الثورة في الغوطة الشرقية، وأشجان لا تنتهي. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ مشاهدينا الكرام هذه الحلقة من برنامج نوافذ دمشقية باستعراض أهم الأحداث الميدانية في دمشق وريفها خلال الأيام الماضية. الأربعاء، الثوار يقنصون عنصرا من ميليشيا الأسد في جبهة ثكنة الروس في حي تشرين ويشتبكون مع الميليشيا في منطقة الحفيرية. اشتباكات بين الثوار وميليشيا الأسد في أطراف حي برزة الدمشقي بعد احتجاز شبيحة عش الورور عددا من نساء الحي. شهيدان نتيجة قصف مدفعي وصاروخي من قبل ميليشيا الأسد على بلدات منطقة المرج. مدفعية ميليشيا الأسد الثقيلة تقصف مزارع مخيم خان الشيح في الغوطة الغربية، والثوار يردون بقصف معاقل الشبيحة في اللواء 68 بقذائف المدفعية. الهلال الأحمر التابع لميليشيا الأسد ينقل مقاتلي تنظيم الدولة إلى بادية الحمات شرق بلدة الضمير في القلمون ضمن اتفاق بين الجانبين. تنظيم الدولة يحرق قبل خروجه من الضمير آلياته وعتاده في منطقة الخزان حتى لا يستفيد منها الثوار. الخميس، تجدد الاشتباكات بين الثوار وميليشيا الأسد في محور ثكنة الروس في حي تشرين. اشتباكات مستمرة في جبهة بلدة بالا بمنطقة المرج بالغوطة الشرقية بين الثوار وميليشيا الأسد. ميليشيا الأسد تعتقل 3 مرافقين بينهم نساء لأحد مرضى بلدة مضايا الذين تم نقلهم إلى مشفى بن النفيس في العاصمة رغم تعهدات الأمم المتحدة والصليب الأحمر. الجمعة، اشتباكات بين جبهة النصرة وتنظيم الدولة في مخيم اليرموك جنوبي دمشق وسط حالة إنسانية صعبة يعيشها الأهالي. الثوار يتصدون لمحاولة تسلل ميليشيا الأسد في جبهة بلدة بالا بمنطقة المرج. تنظيم الدولة يعلن تمكنه من إسقاط طائرة حربية في منطقة بئر القصب بالقرب من جبل دكوة في الريف الشرقي، وناشطون يؤكدون سقوطها بسبب عطل فني. السبت، مقتل عدة أشخاص جراء سقوط عدة قذائف هاون على منطقة العدوي ومحيط شارع العابد وعش الورور في دمشق. الثوار يقنصون عنصرين من تنظيم الدولة على أطراف مخيم اليرموك. 17 قتيلا من ميليشيا الأسد و14 شهيدا من الثوار خلال معارك عنيفة في جبهة بالا بمنطقة المرج. 14 شهيدا مدنيا في مجزرة مروعة بمدينة دوما جراء قصف بالمدفعية الثقيلة من قبل ميليشيا الأسد. الأحد، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الثوار وميليشيا الأسد في حي القابون الدمشقي. الثوار يقصفون بالمدفعية معاقل الأسد في جبهة عربين بالغوطة الشرقية. 3 شهداء وعدد من الجرحى نتيجة غارات على الجبل الشرقي في مدينة الزبداني. الاثنين، 12 قتيلا وحوالي 40 مصابا في تفجير سيارة مفخخة استهدف حاجزا مشتركا لميليشيا الأسد وميليشيا حزب الله اللبناني في المدخل الجنوبي لمنطقة السيدة زينب. شهيد وعدد من الجرحى بينهم أطفال جراء قصف مدفعي استهدف منازل المدنيين ومستوصفا في مخيم خان الشيح بالغوطة الغربية. اندلع صباح السبت الماضي حريق ضخم في منطقة سوق العصرونية وسط دمشق القديمة، أدى لالتهام أكثر من 70 محلا بشكل كامل و30 محلا بشكل جزئي، فيما قدرت الخسائر المادية بمليارات الليرات السورية. وفي حين قالت وسائل إعلام النظام إن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، أكد ناشطون أن الميليشيات الشيعية حليفة النظام سعت منذ فترة لشراء السوق ضمن مخططها لتغيير ديموغرافية دمشق القديمة، إلا أن أصحاب المحل التجارية رفضوا البيع، ما يرجح أن يكون للنظام والميليشيات الشيعية
يد في هذا الحريق. وللحديث في أوضاع العاصمة دمشق ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب الصحفي حسام محمد. حياك الله أخي حسام. تحياتي، يعطيك ألف عافية. أخي حسام، بداية، حريق العصرونية كيف ولماذا؟ يعني حريق العصرونية هو نتاج طبيعي يعني حقيقة للاحتقان أولا الذي يمارسه النظام السوري في دمشق ضد الغالبية الدمشقية أو حتى النازحين من بقية المحافظات والذين اختاروا العاصمة دمشق يعني كمنطقة آمنة بسبب معرفتهم الوثيقة بأن قوات الثوار أو كتائب الجيش الحر لن تستهدف المدنيين في العاصمة دمشق أو في بقية المناطق، لذا اختاروا العاصمة دمشق كمكان آمن يعني بعد أن دمر النظام السوري وطائراته غالبية الأحياء السكنية في الأرياف الدمشقية عامة. حريق دمشق حقيقة هو لم يكن الأول من نوعه، فقد سبقه العديد من الحرائق في أماكن متنوعة، وأيضا للأسف غالبيتها كانت تستهدف الشريحة السنية في العاصمة دمشق، فقد حصل حريق أيضا قبله بيوم في سوق الحميدية، وهو طبعا معروف من الأسواق القديمة جدا والمعروفة في العاصمة دمشق، وأيضا أيضا بالقرب من البرامكي أيضا حصل هنالك حريق، وأيضا ما بعد حريق العصرونية النظام افتعل حريق آخر في منطقة القصاع، يعني أيضا استهدف التجار المسيحيين في تلك المنطقة في العاصمة دمشق، وتعتبر من المناطق الداخلة ضمن المربع الأمني أو المربع الأخضر بالنسبة لبشار الأسد ولنظام في نحن المنطقة. نتحدث كل هذه المناطق تقع ضمن دمشق القديمة؟ طبعا ضمن دمشق القديمة، ضمن الأحياء الدمشقية القديمة طبعا. نعم، ما يعني الحديث عن مغزى لتغيير ديموغرافي خلف هذه الحرائق وخلف هذه الأعمال، ما حقيقته على الأرض؟ بداية أولا خاصة سوق العصرونية وبعض الأسواق القريبة من الجامع الأموي تعرضت أصلا يعني منذ منتصف عام 2015 لضغوط كبيرة من قبل النظام السوري، كان أولها فرض غرامات وضرائب مالية هائلة، يعني إذ كان النظام السوري يرسل دوريات من القطاعات الحكومية كان الكهرباء أو المياه أو التموين برفقة عناصر من المخابرات الجوية أو الأمن العسكري، فكانوا يتحججون بذرائع بسيطة للغاية، ولكن في المقابل يكتبون أو يوثقون مخالفات أحيانا تصل في بعض المحال إلى 5 ملايين أو 4 ملايين ليرة سورية، يعني فأثقل كهل أولئك التجار خاصة مع انهيار الليرة السورية. وبعد هذه الحملة أرسلت سفارة طهران في دمشق مندوبين وعملاء للأسف من أبناء دمشق كوسطاء للتجار، طالبتهم فيها ببيع بعض المحال ضمن المناطق الاستراتيجية وخاصة القريبة من المراقد الشيعية في دمشق أو في محيط المسجد الأموي. غالبية التجار في تلك الفترة أو نحن نتحدث بأواخر عام 2015 رفضوا عملية البيع، رفضوا عملية البيع لأسباب بسيطة، لأن غالبية أصحاب هذه المحال هم قد ورثوها عن آبائهم وأبائهم قد ورثوها عن أجدادهم، يعني تعتبر هي صرح تراثي قديم صعب التنازل عليه حتى لو أن المحل أو المحل التجاري لم يعد ينتج بشكل كبير ولم يصبح لديه مردود مالي. منهم حقيقة من غرته نسبة الأموال المقدمة قام ببيع بعض المحال التجارية لهؤلاء الوسطاء، ومنهم طبعا من رفض، ومن باع اضطر إلى ركوب البحر والهجرة إلى أوروبا أو إلى دول الجوار. أستاذ حسام، يعني أليس من مصلحة نظام الأسد بقاء التجار في مواقعهم وانتعاش الاقتصاد في العاصمة لإظهار أن مناطق سيطرته يعني يعيش الناس فيها برخاء ومعيشي وإنساني، أليس من مصلحته ذلك؟ بالتأكيد، ولكن ليس لكافة شرائح التجار، يعني النظام متفق اتفاق كلي مع الرأسماليين الدمشقيين، يعني متفق مع شخصيات نافذة لدى النظام كمحمد حمشو ومن حوله بعض الشخصيات الأخرى، أما تجار الطبقة الوسطى وما دون فهو النظام لا يكترث بهم بالأساس، لأنهم يعني النظام لا يستفيد منهم بشكل كبير، لذا أما بقية التجار أو الطبقة القليلة التي
تعرف بعلاقتها القوية مع بشار الأسد أو مع ماهر الأسد، النظام يحافظ على علاقة قوية ومتينة معهم، وهم يعني حقيقة يقدمون له دور اقتصادي كبير، يعني خاصة أن إيران فتحت أسواقها أمامهم، فأصبح هؤلاء التجار نعم يستخدمون البضائع والأغذية من إيران. وكما أن النظام السوري يجب أن لا ننسى، أو حتى بشار الأسد شخصيا سن قرار سهل به طريقة التجارة وسهل من نسبة الضرائب لمن يستورد بضائع من إيران. نعم يعني لذا في الفترة الحالية نشاهد كم كبير من البضائع الإيرانية، من أغذية إلى الملابس إلى الأحذية إلى يعني أي شيء من الأدوات المنزلية تجده في الأسواق الدمشقية، وكلها صنع إيران. وللأسف طبعا هي نخبة 10 أو 11 أو 12، يعني نخبات يعني ستوك نعم بالأسواق الدمشقية، نعم ولكن بالعودة إلى رخيصة بالنسبة للانهيار الليرة نعم السورية. بالعودة إلى موضوع حريق سوق العصرونية أستاذ حسام، يعني غرفة تجارة دمشق التابعة لنظام الأسد أعلنت على إنشاء صندوق لدعم التجار المتضررين من هذا الحريق، هل يمكن أن يفهم هذا في إطار قتل القتيل والمشي في جنازته؟ يعني أنا برأيي أن نقول غرفة تجارة دمشق هي من أنشأت هذا الصندوق، يعني هو أمر مبالغ به ربما جزئيا، لأن من تحدث عن هذا الصندوق هو محمد حمشو. يعني هو محمد حمشو يعتبر الذراع الاقتصادي لنظام بشار الأسد، وعندما يتحدث محمد حمشو فيعرف الدمشقيين بأن ماهر الأسد هو من يتكلم، ومحمد حمشو يملك رأس مال كبير. وعندما يقول محمد حمشو بأن حكومة النظام السوري أو حكومة الدولة السورية ممثلة حاليا بالنظام غير قادرة على استيفاء كافة الأضرار للتجار، فهو يرفع يده عنهم ويبشرهم بأن الأسوأ قادم، أن الأسوأ قادم لهم على المجال الاقتصادي، مما يعني أن هؤلاء التجار الطبقة الوسطى في غالبيتهم قد أنهى الحريق حياتهم الاقتصادية بشكل كلي وأعادهم إلى نقطة الصفر. ويعني الطرف الآخر الذي تحدث به محمد حمشو خلال لقاء غرفة تجارة دمشق قال فيه بالحرف الواحد، قال إن هذه المنطقة التي تعرضت للحرائق كانت ضمن مخططات تقوم بها الحكومة السورية، تهدف إلى توسعة تلك الأحياء نعم لمواكبة العصر الحديث، مما يعني أن تلك المنطقة المستهدفة كانت هدف حقيقي لأعمال تغيير بيئة التراث الدمشقي القديم المعروف. نعم محمد حمشو واضح أيضا من التسريبات التي حصلنا عليها يوم أمس أن محمد حمشو قال بأن هذه المنطقة سيتم إعادة إعمارها، يعني تصريحات نعم نعم متناقضة. لاحظ أخي الكريم، تصريحات متناقضة قال فيها سيتم إعادة إعمارها وبناء فنادق مكونة من 15 طابق فيها. يعني بالتصريح قبل 24 ساعة فقط تحدث بأن الحكومة السورية لن تساعد التجار إلا بأشياء رمزية، نعم وأن فتح أبواب التبرع أمام بقية التجار، يعني نعم يأخذ بالحديث عن نتيجة التجار أستاذ حسام، إلى نعم أين سيتوقف سقف ردات الفعل من قبل هؤلاء التجار؟ يعني سؤال مهم للغاية. يعني حقيقة أولا القبضة الأمنية في دمشق قبضة قوية جدا ولا يمكن التساهل بها ولا يمكن الاستهزاء بقوة النظام فيها، وخاصة مع وجود ميليشيا أبو الفضل العباس الشيعية العراقية وأيضا قيادات ونخبة عناصر حزب الله في دمشق، فهم القوة الضاربة للنظام فيها. لا أعتقد أن التجار يستطيعون لو أرادوا حتى يعني أن يقوموا بأي شيء، أن يستطيعون تغيير أي شيء في الوقت الراهن. العام الاقتصادي لا يمكن المراهنات عليه بتغيير أي تغيير الوضع الأمني في دمشق، فالنظام يفرض نعم طوق أمني كبير. نعم أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي حسام محمد، كنت معنا من إسطنبول، شكرا لك. تجديدا للعهد الثوري، أقام المجلس المحلي في حي جوبر الدمشقي احتفالية تحت عنوان يرحلون ونبقى، وفاء لذكرى الشهداء والتزاما بمسار الثورة. تقرير الهيئة السورية للإعلام. بلادي في ديرة صغيرة، العالم ماله قصة وسيرة، كل السيرة عن هالديرة كله عم يسأل عنا. جوبر بنت الشام الحرة ما بالتاريخ يزود، جوبر شوكة بحلقة مرة، حلم العادي عليها يسيطر، ينام ويصحى بده صحة، العالي يطلب منا تصحى، بالثوار بتدعس راسه الكل مكتابا تنضح نفحة.
فجمعنا اليوم المجلس المحلي حي جبر دمشقي بكافة الفعاليات الموجودة فيه وكافة المكاتب الثورية منها الطبي والإغاثي والتعليمي والعسكري والشرعي. اجتمعنا مع كل الفعاليات الثورية لتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى أولا، ومع دماء الشهداء اللي كانوا أول من ضحى لهذه البلدة ولهذه الأمة ولهذه الوطة ولهذا الدين. فكان الهدف هو تجديد العهد مع كل الفعاليات الثورية من أبنائنا بأننا سنبقى على العهد إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبأن النظام سيرحل. ولذلك جعلنا شعار ملتقانا ومهرجانا في هذا اليوم: سيرحلون ونبقى بإذن الله. الاحتفالية صار لها حوالي شهر عم نجهزوا لها الشباب، كانت عبارة عن عرس لأهالي الحي، كرمنا فيها جميع الفعاليات المتواجدة داخل الحي. صوت ندي في سماء الغوطة الشرقية، ألهبته بطولات الثوار وأبكته أشجان الثورة، وما زال على العهد. يا ربي وحدك العالم بحال الناس، شوف المضايا والله في شيب الراس. أهلك يا ربي، أهلك يا ربي يلي حاصرنا، واسقيه يا ربي، واسقيه يا ربي. طلبنا الحرية ونعيش عيشة هنية، أعداء الإنسانية لك سووك حرام، باعوك يا شامل حبتنا يا بلد الكرامة، فيك رجال بالبلد الزعامة، فيك رجال توفي بوعودة ورد نجوري ومزيد بخدودة، فيك رجال توفي بوعودا ورد نجوري ومزين بخدودا، بيوم الحرب تنحل الاسودا مرتبة غير الإيمان. يا وطني إن رحت مثلك ألاقي، وين أنا؟ أنا ربيت بأراضي ومعروفك علينا دين، مهما على أرضك جارت الظلام لابد ما ترجع وتتكاتف الإيدين. أرحب باسمكم مشاهدين الكرام بمنشد الثورة في الغوطة الشرقية أبو ماهر صالح. حياك الله أخي أبو ماهر. اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. اخي ماهر، يعني لو تعرف المشاهد بحضرتك بدايه وبدايه مشوارك في الانشاد قبل الثوره. هلا بدايه بدنا نتشكر قناه حلب اليوم على الاستضافه الحلوه اللي بدها تجمعنا بالناس الطيبه، تجمع الناس الطيبه فينا. ثانيا بدنا نترحم على شهداء الثوره السوريه أجمعين. ثالثاً أنا أبو ماهر صالح من الغوطة الشرقية، الغوطة فسطاط المسلمين، منشد وبكتب وبلحن. نعم. وبأنشد. قبل الثورة متى اكتشفت موهبتك؟ متى بدأت يعني مشوارك الفني إذا صح التعبير؟ هلا قبل الثورة كنت أيام الدراسة، أيام من صغرتي إحنا ربينا بجو يعني إنه رحمة الله على أبي إنه شيخ وهيك، على قراءة القرآن. بقى من قراءة القرآن شوي شوي هيك صرت مثلا بعدين بالمدرسة قراءة قرآن، بعدين إنشاد، وبعدين إني أفراح هيك، وعلى أفراح أروح على عرس فلان عرس ضمن البلد اللي أنا فيها. سبحان الله بعدين كل ما الأمور تطورت. نعم، يعني المطلع على أعمالك الفنية يلحظ لون معين، يعني ربما يصبغ معظم أعمالك الفنية الإنشادية، حدثنا عن هذا اللون.
هلا انا بتبع اللون الشعبي اولا، وثانيا انه ما بقلد هذا اللون اللي بيشتغله، يعتبر مثل ما يقولوا لون الواقع. يعني مثلا اي قصه صارت، اي حادثه صارت، اي شيء، انا بشتغل على انه على شيء يوضح هي القصه او هي الحادثه او ما شابه. يعني انه اللون الشعبي، اللون القريب من الناس، لانه ليش الناس امتى بتحبك وبتتابعك وبتهذا، بس تحاكيها واقع، عرفت شلون؟ يعني بس انه يكون مثلا الواقع. مثلا في كثير قصص، مثلا مثل انه اجت فتره احنا عندنا بغوطة الشرقية غليت الاسعار وحصار وقصف وقتل وكل هالشيء هذا، يعني من نظام الاجرام، نظام بشار الاسد، ما اكتفيت. مين في عندنا نوع ثاني تقريبا شابه بشار الاسد بافعاله، اللي هن التجار. نعم، تجار الدماء، اللي عم يستغلوا هي الاحداث، وهي عم يستغلوا هي الثورات، وعم يستغلوا هي الحروب، وعم يستغلوا ليتاجروا ليكملوا تمويت الشعب. يعني الشعب مات نص موته، بيجوا هن تجار الدم بيكملوا عليه، بيموتوا. نعم، بيكملوا عليه. بقى انا بهذيك الايام سويت اغنيه هيك، عم بقول لك كلماتها هيك قراءه، تجي يا غوطتنا ابكي دم، ما حدا فيك بيهتم، التجار تشارك بحصارك وعم تحمي تجار الدم، عم تكتر عنا الانفاق، مؤسسات واسواق، شعب الغوطه والله اشتاق ليترحرح وما ينهم، كيلو السكر ب2000 والطفران يجيبه منين، عالغوطه ابكي يا عين، تجارك سقوك السم، غلوا السمنه وغلوا الزيت، وحرموا اللحمه تفوت البيت، والقداحه والباكيت تفكير بحقهم هم. نعم، صار من حقك يا سيكارة، نص عقول الناس منهارة، صارت تدعي للطيارة تقصف كل تجار الدم. نعم، من حقك يا كيلو الرز، المعي البدن وعم ينهز، صاير أكل أهل العز، والطفران الريحة يشم. وهي إلك مالة يعني، بس يعني يلي بيسمعها، يلي مثلا يلي قاعد تلامس المعاناة مباشرة، يسمع هاي الأغنية، يا سلام، وين ما قاعد ان سمعه بيعرف شو فيه كان بالغوطة الشرقية من خلال سنة او سنة ونص مرقنا بهالمرحلة. ويلي طعن فينا بشار الاسد اولا واخيرا واخرا، طبعا مع الروس، مع ايران، والمرتزقة الكثيرة اللي جايبها معه، قام كملوا للاسف تجار اللي هن من ملتنا ومن جلدتنا ومن اهلنا. اخي ابو ماهر، مع انطلاق الثورة السورية اذا تعددت المواضيع والمواد التي يمكن أن تكون يعني مادة لأعمالك الفنية والإنشادية، حدثنا عن هذه المواضيع. نعم، هي المواضيع، أنا انتقلت من مرحلة إنه الأفراح مثلا بالبلاد أو بالغوطة الشرقية، أو أيام أنا كنت أطلع حلب، أيام على حمص، أيام مشكل، لما إجت، لما رب العالمين أكرمنا بهي الثورة السورية، وصار هذا القتل، وصار هذا القصف، وصار هذا، يعني هاي الأعمال العدائية اللي قام فيها بشار الأسد. سبحان الله، قلت لك أنا بحب إني لامس الواقع أو أشتغل على الواقع. يعني ما معقولة مثلا بشار عم يقتلك وأنت تغني أغنية مثلا بغير الجو. التفتت لهذا الموضوع، إن موضوع الواقع، مثلا بشار جاب هيك، عمل هيك، ساوى هيك، النظام هيك ساوى. سبحان الله، اشتغلت على هذا النمط اللي قلت لك، هو توصيل فكرة وتوصيل صوت من الغوطة الشرقية للعالم اللي برا. يعني نعم، يعني في عدد من المواضيع التي كتبت فيها، كتبت فيما يتعلق بالاغتيالات، اغتيالات النشطاء والشخصيات الثورية في الغوطة الشرقية وفي مجمل سوريا، لك ربما قصيدة شعبية بهذا الخصوص. طبعا، هي عن قصة الاغتيالات كمان انتشرت، يعني انتشرت وللأسف بصفوف الثورة السورية، إما عمالة وإما غباء. يعني مثلا يلي عم مثلا شلون، مثلا بالغوطة الشرقية أو بدرعة، هلا بدرعة من شهرين تقريبا 61 عملية اغتيال. هي العمليات الاغتيال طبعا مين اللي عم يقوم فيها؟ أكيد مو النظام يلي عم يقوم فيها، أتباعه، ولا إما أتباعه وإما عم يلي عم يقتل أو يغتال، إما بعقيدة فاسدة أو عمالة للنظام مباشرة. نعم، ماشي.
انا هون كمان بالغوطه الشرقيه هون كان مثلا تعرض كثير من نشطاء الثوره هون بالغوطه الشرقيه، مثلا مثلا في الشيخ ابو احمد عيون، نعم كمان هيك ايادي غادره اغتالته بكل حماقه وبكل غباء، نعم مثلا لو مثل تسمعنا من فقط شيء. هذه القصيدة الشعبية اللي كتبتها أخي أبو ماهر. ايه مثل حابب لك اياها، مثل مثلا من شي شهر كمان تعرض الشيخ ابو سليمان طفور لعمليه اغتيال، مثل كمان من 10 ايام تعرض شيخ مثلا شرعي من مجاهدين جيش الاسلام كمان لعمليه اغتيال. بهذا اللي عم يعمل عمليات الاغتيال قلت لك اما عميل وهو يعلم انه عميل، واما غبي يعمل هذا العمل بغبائه وحماقته. نعم بقى كتبت تفضل قصيده هي تجي هيك سمعك اياها. تفضل. قتلوك يا همام، قتلوك يا همام، قتلوك يا صاحبي هذا حرام، قتلوك يا همام، قتلوك يا قتلوك يا صاحبي هذا حرام، قتلوك إما بغباء أو حماقة أو عمالة إن صح الكلام، قتلوك يا همام، قتلوك يا همام ولم يبالوا بدماك الطاهرة إنها حرام، شلت أيادي من قتل مسلم بريء وقطع لسان من طعن فيك يا غلام، قتلوك يا همام، قتلوك يا همام أولاد الحرام. الله يعطيك العافية وأشكرك جزيل الشكر أبو ماهر صالح منشد الثورة في الغوطة الشرقية، شكرا لمشاركتك معنا. يما الغربة هدتني وناس كتير، يا يما جرحتني من يوم ما فارقت أنا الوطن، ما نشفت عيوني حسافة على الأيام، بأعز الناس عزتني يمه، يا يمه إحباب قلبي عن عيوني بعاد غيرك، يا وطن ما حد يحضني، بدعي لك أنا إله السما يحميك ويحمي غطتنا يلي بالعز ربتني يما، يا يما ويلي منك يا غربة هديت الحيل، دمعي ينزل عخدي بالنهار وليل، ويلي منك يا غربة هديت الحيل، دمعي ينزل عخدي بنهار وليل، دمعي ينزل عخدي دمع المجروح يلي مفارق أحبابه وشايف الويل، ويلي منك ويلي منك ويلي منك يا غربة هديت الحيل، ابكي على سوريا والدمع يهل وبقلك يا غوطتنا خانوك الكل، ابكي على سوريا والدمع يهل وبقلك يا غوطتنا خانوك الكل، وما